حديد. مهند مطر رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية طول كرم، أسعدت صباحا سيد مهند. يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المشاهدين والمستمعين. أهلا وسهلا بك. يعني بعد مرور ما يقارب الأسبوعين على نقله من مكانه القديم الذي كان سابقا كراج طول كرم الشمالي إلى موقعه الجديد بجانب سوق الخضار المركزي قرب ميدان جورج حبش، لكن مع هطول الأمطار تبينت وتوضحت المعاناة، فما الذي حدث في هذه المنطقة؟ يعني بالبداية احنا صحيح قمنا بنقلهم على عجل بسبب الشكاوى العديدة، لكن هذا السوق قلنا يعني انه هو سوق السبت ويقام يوم واحد، يوم السبت تحديدا يعني. عموما احنا الان وانا بتحدث معك نقوم بفرش طبقة كركار للطريق المؤدي الى هذه الساحة، وبالساحة نفسها طبعا المعدات تعمل من خلال مقاول. سوف نقوم أيضا بعمل صبة باطون على شكل حرف يو في محيط هذه الساحة، وفي المنتصف سوف نقوم بفرش طبقة من الإسفلت المقحوط. يعني بالتالي هيك نكون يعني خلصنا من مشكلة الأرضية. الخطوة التالية إن شاء الله رب العالمين هي المظلات. احنا قاعدين يعني بنرتب لموضوع المظلات، لكن تأخرنا قليلا بسبب انشغالنا في السوق الموجود في ساحة الحسبة. كل طواقمنا كانت تعمل على مدار ال 24 ساعة في السوق الموجود في ساحة الحسبة، لأنه هذا السوق يعني لا يمكن أن يتعطل أكثر من يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، ويعني البائعين كانوا لحظة بلحظة معنا أصحاب البسطات. هذا سبب التأخير. هذاك السوق يعني كان ممكن انه يتأجل شوي بسبب انه يعني يقام يوم واحد في الاسبوع. يعني عموما احنا الان نعمل فيه، سوف نقوم يعني من هون لنهاية الاسبوع قبل اليوم السبت بالانتهاء من هاي الاعمال. تبقى المظلات الأسبوع القادم إن شاء الله رب العالمين سوف نقوم بالعمل عليه. لكن يعني مهند لا يتم تعبيد أو تزفيت الشارع بالمعنى المتعارف عليه، لكن لربما كما ذكرت في البداية هي يعني وضع طبقة على الأقل تلغي المعاناة التي شاهدناها من خلال الصور التي كانت قد عرضت بخصوص الأمطار التي أصبحت بصراحة لا تعطي إمكان للتنقل البشري بشكل طبيعي وبدون معاناة. هذا يعني أنه ما في أي نوع من أنواع التزفيت أو تعبيد هذا المنطقة. يعني بعد طبقة الكركار وبعد صب الباطون يعني وطبقة الإسفلت المقحوطة، هي المعاناة يعني بالتأكيد راح تنتهي. الخطوة التالية لموضوع التعبيد، تعبيد شارع هذا بده وقت، يعني من المستحيل يعني أن يكون بين يوم وليلة. هذا شارع وعطاءات وخلافه، لكن إحنا بدنا ننهي المعاناة، أنهيناها الآن. نقوم بفرش طبقة البسكورس أو الكركار والباطون في محيط الساحة محل ما ببسطوا يعني أصحاب البسطات. الإسفلت المقهوط يعني هذا تقريبا بنهي الجزء الأكبر من المشكلة لاحقا. يعني ممكن وارد جدا طبعا تعبيده، لانه احنا معنيين بهذا السوق تثبيته في هذا المكان يعني. بس هي باختصار يعني المظلات، يعني انا بديش اعيد واكرر انه ما كان عنده مظلات، لكن احنا قلت انا احنا معنيين تثبيته. سوف نقوم بعمل المظلات بالرغم من انه ما كان عنده مظلات. لا احنا بدنا ندعمهم، نوقف معهم، نثبتهم بهذا السوق. وكل المرافق اصلا المطلوبه احنا قمنا، قلت انا جهزنا، عدنا صيانة المرافق الصحية الموجودة في سوق الخضار المركزي. الآن سوف نقوم بعمل مرافق خاصة فيهم، نقاط كهرباء، إنارة، كشافات، وكل ما يلزم من أمور أساسية لهذا السوق. طيب مهند، يعني خلال الحديث معك مباشرة هنا وصلتنا رسالة بخصوص استفسار حول شارع شويك كتابة، محفور من جهتين ما يقارب الشهر بدون إشارات، والمطالبة يعني بيقول هذه المشاركة أقل ما فيها يسكروا رصيف ويحفروا الثاني حتى الناس تعرف تمشي. إيش بخصوص شارع شويك كتابة؟ أول شارع هو امتداد، جاء امتداد لشارع نابلس وبالتنفيذ شركة الأعمدة والمقاولات وبإشراف وزارة الأشغال، وجاء فضل لمشروع شارع نابلس
وبالتالي كان اختيار هذا الشارع لأنه شارع رابط، كان جاء اختيار هذا الشارع استكمالا لمشروع شارع نابلس. لكن البارحة احنا هذه الشكاوى تلقيناها من المواطنين بخصوص عدم وضع الإشارات، حفر الجوانب هذا الطريق بشكل يعني خطير على المارة وعلى السيارات. قمنا بالاتصال بالمقاول وبوزارة الأشغال بضرورة وضع كافة شروط السلامة والإشارات المرورية في هذا الشارع. واليوم سوف نتابع مع وزارة الأشغال طبعا وممثلة بمديرها المهندس كفاح بدران رائع طبعا، أنا بشكره لأنه هو متعاون جدا. لكن هذه الأمور يعني هو المقاول خاص، هذا المقاول وبحد المتابعة، إحنا ووزارة الأشغال سوف نقوم بتابعة هذا الأمر اليوم تحديدا يعني إن شاء الله يعني تنتهي هذه المشكلة، لأنه هو الشارع هو يعني المفروض إنه الأعمال أسرع من هيك في هذا الشارع، لكن هذا عطاء وكنت يعني مدة زمنية محددة المقاول بقدر يعني من خلالها يعمل كيف يشاء في هذا الشارع، لكن شروط السلامة هذا واجب عليه وهذا ما سنقوم بتبليغه في اليوم أو بلغناه البارحة. ضروري يعني ضروري جدا وضع الإشارات. نعم طبعا أكيد 100%. نعم. احنا قلت البارحة احنا بلغناه واليوم سنقوم بمتابعة هذا الأمر إن شاء الله. نعم يعني نتمنى التحرك بأسرع وقت ممكن، وعلى الأقل كي يكون المواطن على مقربة ومعرفة بأن هذا المكان تجري فيه أعمال صيانة أو ترميم أو ما إلى ذلك من الأعمال الأخرى. كل الشكر لك مهند مطر رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في بلدية الكرم على هذه المداخلة، ونجدد ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم ولكن بعد هذا الفاصل.